بالنسبه ولدي الله بغى يحرق نتمنى يحرق نتمنى يخرج ما يبقاش قدامي نشوف فيه كيضيع. كنتمناه من القلب ديالي الخالص الله عز وجل نتمناه يحرق يخرج وما نشوفوش كيضيع هو والشباب اللي كيضيعوا كاملين. مساكن كاين اللي مسكين بوليداتو، كاين اللي بالوالدين ديالو، كاين اللي مسكين باه يتيم ما عندوش الام كتخدم عليه كتجيب ليه باش ياكل وكتجيب ليه باش يشرب وهو مسكين ضيع لا خدمه لا رد مال يديك لا يخليك. كيفاش الدري اللي ما غاديش يمشي لشي طريق اللي ماشي تاليه؟ مزيان الا نقدتو هاد الدري يتيم بانه هو يتنقد من هاد البيئه اللي حنا عايشين فيها اليوم اللي ولات اصبحت كلها لا تساوينا. حنا ولينا عايشين في واحد البيئه ما نقدروش نعيشوا فيها كاملين، لا حنا ولا الابناء ديالنا ولا الاولاد ديالنا. ولكن كنتمناو لهاد الدري الخير لان هاد السيده راه دارت فيه مسكينه الخير ويتيم يمكن ليه الا كانت الدوله قدرت تساعده او لا قدرت شي حاجه تنقده ما تكرهش بالاخص من حنا من هذه البيئه اللي حنا عايشين فيها. رحنا عايشين في واحد البيئه اللي يرتلاها ما كيقراوش ولادنا كاملين ما كيقراوش. انا من كنهضر على نفسي انا ولدي خرج من سيزياماني خرج صافي دابا ولا كيتعاطى كلشي كلشي سيدي كيتعاطى لي. انا كنتمنى من الدوله ديال ولادنا شي حاجه. انا كنبكي بقرحه الولد ديالي اللي ضاع عليا من بين يديا دابا مابقاش كيبات عندي في الدار، مابقاش كيدخل عندي للدار، مابقاش السن ديالو 21 عام. خرج من سيزياماني وكنتمنى لي الخير لوليدات الناس كاملين. ما كيمشيش ضيع غير ضيع، كيبات كل نهار كيبات في دار، كيبات عند هاد السيده هي اللي احتضناتو. الاب ديالو قال لك ما يدخلش، خوتو قال لك ما نشوفوش لانه ضاع. حنا ماشي ديال هاد الشيء الولد ديالي. وكنتمنى لوليدات الناس كاملين الخير، وكنتمنى لوليدات الدرب ديالي كاملين الخير، كنتمنى لهم الخير ان شاء الله، ويتنقدوا من هاد الانحراف ويتنقدوا من اي حاجه. الا كانت الدوله كتسمعنا دير لنا حلول، تحولنا ترحلنا دير لنا حل من هاد الشيء. رحنا عيينا ولادنا ضاعوا بمعنى الكلمه ولادنا ضاعوا بزاف اولدي ضاعوا بمعنى الكلمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.